أنا مبير وقت العوزة وياكاني الحد اللوزة لا تدور لا تسأل عني أنا طلالك من الجوزة عندك مشكلة حاير بيها لا تروح الواحد تحجيها ما حد راح يحل مشكلتك بس أمبير اللي صار فيها من يطب مستر أمبير كلها تقول الله بالخير ورا ما حل مشكلتك أقلك خوي اعذرني من التقصير وللجوزة أمبير وياكم أمبير وياكم أمبير وياكم نص أمبير الثاني تلقاني بكل قصة كل موقف تلقاني من تركز مرة وتعرف شنو الفكرة من الراحة تشوفها لازم تاخذ عبرة إذا مستر أمبير يقول كلمة ناتي لو من طول من الشنجافرة تخيلك واطلع لك اي اقدر اني يومية اجيك بغير شخصية اسوي الزينة ذب الشاب وما دور المنية خلصت يلا جيم اوفر خلصت والحكم صافر اطلع لك من الجيران اذا تفصل تشنج اوفر للجوزة امبير وياكم امبير وياكم امبير هام جمال سلامات شبيك القضية شنو لحبيك جمال استغفر الله هيا وكتبها لك طلعني من غير هدوم حتى هدومي ما جبت يلا يلا تفضلوا ياي تفضلوا ياي تعي 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 على كيفك لا تبكي لا تبكي تعي تعي صديق كذي بصاير بهالدنيا هاي تعي تعي يلا يلا لا تبكي نرتاح ارتاح ان شاء الله كل شيء ينحل تعال هاي جزات الربا يا ايمو هاي جزات الربا تفضلي جمال تفضلي تفضلي يا هلا ومرحبا نورتيني تفضلي تفضلي على كيفك على كيفك يا اهلا ومرحبا لا تبكي لا تبكي ما تسوى الدنيا استريحي استريحي زارتنا البركه وكل الهله كل الهله يا هلا ومرحبا اهلا وسهلا تعبتك وياي صديق كذي تعبك راحه قبل كل شيء قولي لي شو تشربين عصير ليمون طالعة سفرة يعني ترى احنا هنا مولدة يعني اقوى شيء عندنا هو الشاي ولو اكل شكل لو ما اكل زين يما شاي بس ملعقة واحدة سكر الله يا رايقة الله لحظات لحظات يجيك الشاي شكرا سويناها بألف يا أبا اهلا وسهلا بكم هلا هلا بالحبايب هلا عليكم السلام هلا ابو علاوي شلونك يا ابا شلون صحتك شلونك بعد الله يخليك اي مو تدلل علي تدلل تفضلي تفضلي هذا الشاي الاحلى بجمال بالدنيا اشكرك تفضلي تفضلي بالعافيه بس خف تلقين بي غاز عادي ترى احنا مو مولده يعني بالعافيه بالعافيه زول على سوالفك الله يسلمك اقول لك يما فدول هالوجه الحين امريني ما عندك بكرة مواويل الرياض أحمد ولك يما أريد أنحب عاشقة مطرودة بكرة الرياض أحمد أنا أشوف حالتك ما يناسبها رياض أحمد أنصحك بداخل حسن زين يما نسمع نسمع أرجع وأذكرك ترى إحنا قاعدين بمولدة مو باستوديو عشرة ولك يما أريد أنحب محتاجة عامل مساعد يعني شو سوي أصلك راجدي شو سوي عامل مساعد عوفك من النحيب واحكي لي ابنك ومرته ليش يسووا بيك أوه شو أحكي لك يا يما شو أحكي هاي المرارة عايشتها رووني إياها بعد أسبوع من وفاة أبو جمال الله يرحمه أوه لعبت بي جولة هاي كنت لعبت بي جولة الفرحة معنا روحك أبو جمال ليش رحت وقبتني منش
عمة شنو السالفة؟ الرجال صار له اسبوع من ميت، كافي عاد، ترى الحزن بالقلب. والله كأبت البيت كله وياك. ولك يما ليش هو راح شوية؟ ولك هاي عشرة 45 سنة لو أبكي علي العمر الباقي بي كله ما أوفي حقك. هذا تاج راسي وشمعة بيتي وأبو جمالي. مش دعوة عمي، مش حكينا احنا؟ ابكي ابكي أصلا من حقك، بس هناك أروح ابكي لي على القبر مو هنا أنا يمي. ليش يما ليش؟ ليش ممنوع ابكي ببيتي؟ ترى افتهمنا بيتك عمه، حكايه والثانيه بيتي وبيتي. استغفر الله يا ربي. يجي جمال وانا عندي حكي وياه. ظلت تنق 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 براس ابني الى ان خلته يعطيني هاي الورقه ويطلعني من البيت. يلا ماما تعالوا اشربوا شاي. ايوه جاي. هذا الشاي العالمي. بالعافية. هلا بشمعة البيت. الله يحفظك يا عيون. فضل قلبك. هذا شايك العالمي. تسلمين عمة حبيبتي. بالعافية عيوني. هذا أخذت لك يا بيدي. يعطيك العافية يا عيون. غاز؟ شنو؟ غاز؟ مو؟ لا يما، أنا بإيدي سديت الطباخ. إي والله غاز. على كيف؟ يعني صدق كذب، صدق كذب أمل. عارف الطباخ مفتوح ومتروس البيت كله غاز، كان هسه احترقنا، صدق كذب. شنو العلاقة أني؟ ترى عمي اللي كانت تسوي الشاي آخر شيء. لا يما، وداحتك يما، أني صبيت الشاي، أصلاً قبل ما أصب الشاي سديت الطباخ. يعني يا يما شنو ذا كذب عليك؟ فدوى اروح عليك انتبهي. والله يما سديتك. ايش بيه تخبط؟ يعني معقوله اكو ولد هيك يسوي بامه؟ تكذب كل كذبه إيه الكبرى. قالت لامك بيها زهايمر. بيها زهايمر يا معود، لا تورطنا، هذه خاف تحرق البيت واحنا نايمين، اخاف تطلع برا لو تحرق روحها. وظلت تحكي 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 براس ابني. قلت له اسمع، هذه امك لازم توديها الدار المسني. عمه شلونك؟ هلا عمه. طبعا عمه انا اسف اليوم كلش تعبانه، ما ادري ايش بي وما سويت لكم الغداء. ولا يهمك حبيبتي، انا طبخيت وكملت وكل شيء جاهز. عاش افيدك، تسلمين. زين حبيب، انا راح اروح شويه لغرفتي، انت صبوا الاكل حتى اجيب جمال ونجي سويا ناكل. يلا. Thank you.
يلا اكلوا ماما اكلوا. أيوة. هاي البامية اريدها الباكر لان من تبات تصير تخبل تتدلل. شو السالفة امل؟ كاتبين لك على الشكر ملح؟ المرقة حلوة؟ على كيفك بس ترى عمه اللي طبخت مو اني. لا يمه وداحتك انت، انا بايدي خليت الملح على المرقة. شو السالفة يمه؟ داك كذب عليك؟ ذوقيها ذوقيها ذوقيها. اني خليت والله يمه وداحتك خليت. أنا وداحتك خليت الملح بإيدي. أدري نزل من السماء الشكر. يعني شو السالفة من حالات روحها صارت هيك حلوة؟ يما الظاهر أنت خرب. أنا آسف يما بس أنت ارتاحي، خلي أمل هي طب المطبخ بعد. طب المطبخ ارتاح. يوم غاز يوم شكر بالبامية بعد الطرشانة سووها مالحة. لا تضوجين عم حبيبتي لا تضوجين. ودفعته ينطيني هاي الورقة ويطلعني يوديني الدار المسنين. يريد ابني ابني ابني. ولا يهمك ولا يهمك حجي ولا يهمك. ارتاحي وإن شاء الله حقك ما يضيع وأنا راح أساعدك، بس أريدك تركزين وياي وتنفذين اللي أقلك بيه بالحرف الواحد، اتفقنا؟ يعطيك العافية. الله يسلمك، هسه روح ارتاحي وباكر نحلها إن شاء الله. في دول عين. الله وياك. تعبتك يا يما. الله يسلمك. ما شربت الشاي، ترى ما بي غاز شاق وياك. مو أنا كنت مشتهية عصير. عصير، إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة، الله وياك، مشتهية عصير. وشاي ونص غاز، يلا خلينا نشرب أنا. يلا. بس لا خاف صديق بي غاز لا يا شو ذا بي غاز وانا عايش بنص الغاز فلا شو بس خاف اسمم لا ما اريد شو ذا اسمم تس علي الوسفه نجيبه يا انا ما علي الوسفه بس العالم توقف عليها الشغل لو يلا يا الله بسم الله إلى بيت أم جمال. إيه تدللين أم جمال لازم آخذ حقك. وين هم جمال وين هم وين هم وين هم إيه ناتل ومنتول. في مكان محصور سلمي نفسك. شكو شكو عشان مردي انتي بلد خسيس نسيت عمتك اسم حضرتنا لوسي. عم لوسي اهلا حبيبي اهلا اهلا لوسي اهلا 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 عم لوسي اهلا نورتي نورتي عم لوسي ايش قد تفوزك نورت الدنيا عم لوسي نورت البيت لك امل لك هاي عم لوسي كانت عايشه بالسويد. هلا عم لويس. لويس انت عقل زيرو مخ سخلات حضرتنا لوسي وليس لويس. بلا جمال وين صبيخه خانم؟ امي صحتها مو تمام وهالايام مو بالبيت. صحه مو تمام زفتيكيشن ازيز هاور شو جاها زهايمر تزهمرت وكان زهمرتنا وياها لو ما راحت. او ماي جاد اي ام برادر سامر. شنو يعني؟ أنا أختك يا سامر. هسا ما قلت لنا عمه شو تريدين شافته علينا بنص الليل خير؟ إي صدق عمه أنت مني من الشيطان طول هاي السنين هسا تذكرتيني؟ شكك هنا سامر أخبر حضرتنا هناك صندوق مجوهرات بقيمة بليون دولار تركه لدى صبيخة خانم. صبيخة من؟ أمال أنت بلد. اسكت. إيه كملي كملي عمه إيه؟ ولحضرتنا 10%
من قيمة مجوهرات أما تعاني عليك أخوي وعبيدي. كافي كافي فدوى أروح لها الوجه الحلو. بس قولي لي الصندوق وين؟ صندوق مجوهرات لدى صبيخة خانم. بس أمي ولا مرة جابت لي طاري هذا الموضوع. طبعا تتشفطهن وحدها. سودة علي يا عمي، قلبي مثل النار عليها. صبيخة زهايمرات كيف تتذكر مكان صندوقات؟ لا لا كشي ما بيها اصلا مثل الورد، وهسه جمال يجيبها ويجي مو جمال. لكن مين اروح؟ ايش مدرين وين راحت؟ ما لي علاقه، دفتر شق دار مسنين ببغداد، تجيبها وتجي اتهمت لو لا. قوم انت صدق تحكين؟ قوم ما تجي دام مو وياك. نورتي يا عم لوسي نورتي. حبيبي. يا عم حبيبتي جوعانه سوي لي شي تاكلي. حضرتنا يأكل خفيف باكر. ألو هاروس وينك؟ انت خبر عليش ماكو؟ اسمع اسمعي اقول لك، احنا يمكن استعجلنا من تبين على ام جمال. ليش طلع عندها صندوق مجوهرات قيمة $1,000,000؟ تعرفين يعني شنو؟ لا والله وقع عليها يفيد مرة هم قلبوا، لاني اللي خليت الشكر بالأكل وانا اللي فتحت الغاز. ليش والله؟ لا اسمع عندي فكرة، أنا راح أتعامل وياها طبيعي وسايرة ومشي الوضع لحد ما ألقى الصندوق. هو أصلا جمال راح يشوفها، تخلي يجيبها ويجي واخابرك واحكي لك كل شيء بالتفصيل. اقول لك روحي روحي يمكن يجاوب. روحي باي باي. تفضلي يمه تفضلي. يا هلا نورتي للبيت. هو انت منو؟ يمه ايش بيك؟ انا غير ابنك. وين جايبني؟ لبيتك. تعالي امل تعالي جت امي. هلا وعمه حبيبتي، اهلا ونورت البيت. شلونك؟ تفضلي تفضلي دخلي. هاي منو؟ مرتي امل. ايش بيك يمه؟ وهذا البيت مالت من؟ يعني يا مالت من يعني ضايقة بيتنا. هاي شنو؟ يمه عرفتي هالأمير؟ لا أعرفك ولا أعرفها، ما أعرف كل أحد. وهاي عم لوسي. أهلا حضرة صبيخة خانم. أهلا 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 أهلا. هاي أنت جايبني ريا وسكينة؟ يمه يا ريا وسكينة الله يخليك، هاي عمتي لوسي. اهلا حضرة صبيخة خانم. ها هسه افتهمت، تردون تقتلوني حتى تاخذون الذهب مالتي. يمه ترى ما عاش اللي ينزم شعره من عندك. شنو السالفه؟ صدوق كذب؟ سودة الا يا صبيخة خانم، انت زهايمر. واو كمان صبيخة، كمان 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 صبيخة كمان. روح ارتاح جوا. يلا صبيخة، يلا صبيخة خانم، كمان كمان. وين لقيتها؟ ولك شنو وين لقيتها؟ افتريت دورة المسنين كلهم وبالقوة لقيتها. بس اختي لو ما شايل الجنسية كان ما انطوني اياها نهائيا. هذا اللي تسوي كل تفلم بس حتى ما ندل الصندوق مالتها. ايش بيك انتي؟ صدق تحجين؟ نسيتي مرادة تحرقنا بالغاز؟ لو نسيتي تملح البامية بالشكر. وحتى انت قلتي اني خفت من عدها وخلي تطلع. تذكرتي؟ ما تعاني عليك اخوي. عمي رحمة الوالدي بس خد تتذكر خد تركز. عمر ذياب. في تشابهات كثيرة ترى اللي معك صبيخة خانم. يمه صدق كذب يا عمرو ذياب. وانت ايش فايتك ابوك عمرو ذياب؟ صدق كذب عمه، خلي بس تتذكري. عمه حبيبتي واني نسيتيني؟ اني امولة حبيبتك. انت نعجة. تمام حضرتها نعجات زوجة خروفات سوي ماءات. انت قاعدة تسمع ايش يحجوا؟ اسد حملي يا حبيبتي. بس خلنا نعرف الصندوق وين. صبيخة خانم
في صندوق مجوهرات لدى حضرتكم تركه شقيقنا سامر، حصتنا 10%. مضبوط، صندوق طماطة. يما صدق كذب، كنت بدار العجزة بالعلوة. يا جماعة، أنا أقول أمي خدت ترتاح وهي تتذكر على كيفها، ما عندنا شيء، نرتاح إحنا. ارتياحات ومن ثم تذكرات. نعجات، ممكن شايات؟ عمي 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 لقيت سرعة جمال، من رشمي، تعالي شوفوا من خلفي. شنو؟ يما مي جمالات خريطات جمالات. وين؟ ماخذة حقيبات، أنت مسافرات؟ لا، رايحة يا ماما. وتتركينا جمال في هكذا حالات؟ يعني أكيد أخاف على نفسي لا يعديني، أنا راح أروح لحد ما يطلعوا لأرجع. مو قبر واحد، قبورات! الحمد لله على سلامتك يما. صدق الله العظيم. يسلمك وليدي، وانا سلامتي من سلامتك يما. انا اللي اريده من عندك انا بس سامحيني. مسامحتك يمه من قلبي ولساني، وعمري ما زعلت عليك. بس شريد منك تغير هدومك وتروح على مريتك تجيبها وتجي. اجيب منو؟ هاي اللي عافتني بمهنتي؟ امها وجعانه وراحت تشوفها، وهاي ما بيها شيء، واني اصلا لحيت عليها تروح تشوف امها. صبيخه خانم، صبيخه خانم، تسوي لها دفاعات بعد كل سوايات؟ ما يخالف ما يخالف، هاي مثل بنيتي. فلا جمال، شوف هذا فيديو. ايش طلع عندها صندوق مجوهرات بقيمة $1,000,000، تعرفين يعني شنو؟ لا والله، وقع عليها يفيد مرة هم خلقوا، لاني اللي خليت الشكر بالأكل وأنا اللي فتحت الغاز، ليش والله؟ يما أبوس إيدك سامحيني. سامحتك وراضي عليك من هاليوم ليوم القيامة. يلا وليدي روح جيب مريتك وتعال، وخلينا نلتم لمة الحلوة مثل أيام زمان. شلون كنا نلتم لمة حلوة؟ يلا حبيبي. وسالفة صندوقات كذبات من أجل لم شميلات. برا جمال، هذه أمك لها معك وقفات طيبات حنينات، وأنا أجريت اتصال مع زوجات وستكون هنا في البيت، لكن بعد اعتذارات وتسامحات. ليش واني هم إلي مكان منسكم بعد كل اللي سويته؟ عما نعتذر وأتمنى السامحين. سامحتش من قلبي ولساني يا عمري، انت مثل بنيتي واني ما ازعل عليك. الله حميد. مبروك تصالحات، مبروك تصالحات. بلا جمال، دير بالك على امك، وانت زوجات دير بالك على عمات بدون خزعبلات. وبهاي المناسبه راح اسوي لكم احلى باميه.
بس كون الله ما ينسيني واخلي الشكر مكان الملح. لا عم تبعدين معززه مكرمه وانا اسوي لكم اطيب باميه. حبيبتي حبك الله. مشكلة حاير بيها لا تروح لواحد تحجيها ما حد راح يحل مشكلتك من يطب مستر أنبياء كلها تقول الله بالخير ورا ما حل مشكلتك أقلك خوي اعذرني من التقصير وللجوزة أمبير وياكم أمبير وياكم أمبير وياكم نص أمبير الثاني تلقاني بكل قصة كل موقف تلقاني من تركز مرة وتعرف شنو الفكرة من الراحة تشوفها لازم تاخذ عبرة إذا مستر أمبير يقول كلمتنا تلو من طول من الشنجافرة تخيلك واطلع لك اي اقدر اني يومية اجيك بغير شخصية اسوي الزينة ذب الشاب وما دور المنية خلصت يلا جيم اوفر خلصت والحكم صافر اطلع لك من الجيران اذا تفصل تشنج اوفر للجوزة امبير وياكم امبير وياكم امبير